السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن نقل الفنان مصطفى كامل للمستشفى، بيقولوا فجأة فقد الوعي. هقول لكم شوية تفاصيل وايه الموضوع بعد ما تم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة. كمان اتكلم معاكم النهاردة عن مصطفى قمر يكشف حالة نجله تيام بعد تعرضه لوعكة صحية بعد ما طلع ونشر صورة لابنه وهو في المستشفى وطلب الدعاء من الجمهور. هقول لكم كل التفاصيل. كمان اتكلم معاكم النهاردة عن حفل زفاف ياسمين رئيس ورجل الاعمال احمد عبد العزيز. هقول لكم كل التفاصيل. كمان اتكلم معاكم النهارده عن الحكم بحبس الفنان احمد جلال عبد القوي بتهمه تعاطي المواد المخدره. هقول لكم شويه تفاصيل. اتمنى منكم لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه. بصوا يا جماعه، هبتدي معاكم بأول موضوع، موضوع نقل الفنان مصطفى كامل للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية أو فجأة فقد الوعي ووقع أغمى عليه زي ما بيقولوا كده وتم نقله المستشفى. هقول لكم شوية تفاصيل وإيه الموضوع بالظبط وإيه تفاصيل حالته الصحية. ودي مش أول مرة على فكرة يا جماعة يتعرض فيها الفنان مصطفى كامل لوعكة صحية. تعرض الفنان مصطفى كامل اليوم الثلاث لأزمة صحية مفاجئة نقل على إسرائها لأحد المستشفيات بحسب البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية. وتبين الأطباء أن سبب تعرضه لوعكة صحية إن هو تعرض للإغماء وهو إصابته بانخفاض مفاجئ في ضغط الدم. ورغم إصرارهم على بقائه في المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص حالته صمم هو على مغادرة المستشفى. الموضوع أقول لكم بقى شوية تفاصيل بالظبط. طلع الفنان حلم عبد الباقي وكان بيطمن جمهور الفنان مصطفى كامل على حالته الصحيه وقال بطمن كل محب النقيب انه بخير وبقى دلوقتي كويس جدا الحمد لله، هي كانت بس مجرد وعكه بسيطه مفاجاه كده لكن دلوقتي تمام وزي الفل. وكان مصطفى كامل قد اصر على العوده لمنزله الساعه 8 صباحا منذ ايام رغم نصيحه الاطباء بعدم مغادرته المستشفى وضروره عمل الفحوصات والتحاليل اللازمه لمعرفه سبب هبوط ضغط الدم المفاجئ الذي سبب له حالة إغماء وفقدان للوعي. بصوا يا جماعة، هو فجأة وقع أغمى عليه زي ما ممكن أي حد في أي وقت يحصل له إغماء فجأة. طب ده حصل من إيه؟ حصل إن هو حصل له ضغط الدم أو الضغط عنده وطي فده اللي خلاه فجأة يقع ويغمى عليه وهو أصر إن هو ما يقعدش في المستشفى وقال لهم لا أنا عايز أرجع بيتي، أنا مش هعمل أي فحوصات ولا شوية ولا أشعة ولا أي حاجة، أنا عايز أروح بيتي. في ناس كتير قوي يا جماعة ما بترتاحش في المستشفيات وجو المستشفيات بيخوفهم أو بيعمل لهم زي توتر، حتى لو كانوا تعبانين ما بيقعدوش في المستشفى. زي انا واحده من الناس لما بعيا واول ما بخش المستشفى بتوتر وممكن يجي لي حاجه على اللي عندي من كتر الخوف، لا حول ولا قوه الا بالله. الموضوع اللي بعد كده، موضوع القبض او قرار بحبس الفنان احمد جلال عبد القوي بتهمه تعاطي المواد المخدره. ايه اللي حصل بالظبط؟ طلع احمد جلال عبد القوي من فتره في لقاء تلفزيوني واعلن ان هو كان بيتعاطى المواد المخدره. اولا هو كان عامل عمليه في ظهره وبيقول كانوا بيدوني شويه مسكنات فيها نسبه من المخدر فده اللي خلاني اتعود على المواد المخدره، وبعد كده بعد ما قمت من العمليه دي بقيت اتعاطى بشكل صعب لدرجه بيقول ان انا خسرت شغلي وخسرت خطيبتي وخسرت نفسي وخسرت عيلتي بسبب موضوع تعاطي المواد المخدرة. فطبعا هو كان مقبوض عليه قبل كده في قضية كان معاه مواد مخدرة ولما مسكوه قال ده انا كنت واخدها بتعاطاها او الكلام ده كله زي موضوع منة شلبي. طب ايه الموضوع؟ اقول لكم شوية تفاصيل. قضت محكمة جنايات شمال الجيزة بحبس الفنان احمد جلال عبد القوي بالسجن لمدة عام مع الاشغال الشاقة وغرامة قدرها 10,000 جنيه لاتهامه بحيازة مخدرات. تعود الواقع الى 8 مايو 2023 عندما تم القبض على احمد جلال عبد القوي في اسم العجوزه وكان بحوزته مواد مخدره ولما مسكوه قال ان هو بقصد التعاطي يعني. واضاف امر الاحاله انه حاز ايضا عقار خاضع لبعض قيود الجواهر المخدره. يا جماعه يعني اتمسك بشويه مواد مخدره كده
مش حاجة او اتنين، ده كذا حاجة يعني. فعشان كده عملوا له قضية، ودي من 8 مايو 2023، بقالها سنة وما كانش تم الحكم فيها، وتم الحكم فيها بالسجن مع الأشغال الشاقة، وكمان غرامة 10,000 جنيه زيه زي الحكم اللي صدر على الفنانة منة شلبي طبعا لما تم القبض عليها في مطار القاهرة وهي راجعة من لندن وكانت معاها مواد مخدرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الموضوع اللي بعد كده، حفل زفاف ياسمين رئيس ورجل الأعمال أحمد عبد العزيز. خطفت الفنانة المصرية الأنظار بأول ظهور لها في حفل زفافها من رجل الأعمال أحمد عبد العزيز الذي يقام اليوم الخميس في القلعة بالقاهرة بحضور عدد من الأهل والأصدقاء. ونشرت ياسمين رئيس الصور الأولى لها من حفل الزفاف، حيث تألقت بفستان من تصميم كذا كذا، ومن الناحية الجمالية اختارت تسريحة شعر. ويعني شارك في حفل الزفاف عدد من النجوم من بينهم الفنانة دنيا سامي والفنان كريم فهمي وزوجته، والتقطت لهم عدد من الصور بمجرد وصولهم الى القلعه من اجل حضور حفل الزفاف. يعني كانت عامله حفل زفاف اسطوري في القلعه يا جماعه، وزوجها رجل اعمال اسمه احمد عبد العزيز يا جماعه، وهو رجل اعمال يملك عدد من المشروعات الاستثماريه وسبق له الزواج من قبل مره واحده بس. رجل اعمال تقيل يعني، زيه زي احمد ابو هشيم على فكره يا جماعه. طبعا بالتوفيق في حياتها الجديدة، هي كانت متجوزة قبل كده من المخرج هادي الباجوري. الموضوع اللي بعد كده، الفنان مصطفى قمر طلع وطلب الدعاء من الجمهور لابنه تيم او تيام، قال ابنه اسمه تيام يا جماعة، قال ادعوا لابني حالته الصحية متدهورة. الموضوع اقول لكم شوية تفاصيل. مصطفى قمر يكشف حالة نجله تيام بعد تعرضه لوعكة صحية. تعرض تيام نجل الفنان مصطفى قمر لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وطمأن مصطفى قمر جمهوره عن حالة نجله خلال بيان صحفي، وقال فيه أن تيام تعرض لنزلة شعبية حادة وأجرى عدد تحاليل طبية وحاليا يتواجد في المنزل بعد الإطمئنان على حالته. بصوا يا جماعة، هو بيقول ان هو ابنه جاله نزله شعبيه، هو الموضوع كله الفنان مصطفى قمر طلع ونشر على صفحته الرسميه على الانستجرام صوره لابنه وهو في احد المستشفيات وهو بيتلقى العلاج، وكتب تحت الصوره ادعوا لابني تيام بيمر بوعكه صحيه. طبعا الجمهور وفي ناس كتير بتحب ابنه وبتحبه طلعوا وقالوا له في ايه، ابنك ماله، او ايه الموضوع، او ايه قصه الوعكه الصحيه اللي تعرض ليها. فطلع وقال ان هو اصيب بنزله شعبيه حادة وتم نقله المستشفى، وكتبوا له على شوية أشعة وشوية فحوصات عشان يطمنوا على حالته الصحية. أتمنى منكم تدعوا له دعوة كويسة في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة، وأتمنى من كل الناس اللي بتحبني تشترك في القناة وتفعل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.